في حوار خص به قناة الهدافة، أماط الدولي الجزائري السابق ربيع مفتاح اللثام عن أمور كثيرة تخص مسيرته، كاشفاً سبب رحيله عن شبيبة القبائل. وجل عندي احتل الدار، قال لي أنت مهبول، قال لي قطعة أرض في تيزيوز وزاد لك تراها ما تريحش. قلت له ما تريحش، قلت له هذوك ما يروحوش ما نريحش، باسكو هذو نعرفهم كاع، نعرفهم من الأرض الزاد. السبة تاعي اللي راح تمشي اسكا هما. ابن مدينة تيزيوزو عرج للحديث عن أسباب شبح السقوط الذي يهدد الكناري. نحكي لك على يزيد، أنا شخصيا يزيد نحترمه كالشخص، لكن في التسيير فشل، تخلص النص والنص ما تخلصوش، ودو هذاك اللي هذاك اللي خلصته تقولوا ما تقولش هذوك اللي ما داوش، سي با بوسيبل، ما تقدرش. كما تحدث عن السنوات التسعة التي قضاها في اتحاد العاصمة. عندنا شوية اكسبيريونس، نعرفوا شوية الناس كي تتحضر ولا هكذا. قلت له انت راك ما تحشمش، انت راك خويا، قلت له ما راكش حاب نريح، قلت له ما كاش مشكل، قلت له نورمال. قال لي يا ربيع نو، قلت له حلو، قلت له ناسي بو. وكشف لأول مرة تفاصيل بيع حافلة النصرية والمشاكل التي حدثت له مع مسيرها. كي سنيد قالوا ما تجيبوش، هذا ولا شيخ، هذا ما يقدرش يجري. قال له هذا شيخ. ما بديت نجري، واحد ولي تقدر ما حبش ما حبش. كي ريحت قال لي الله يبارك راك جون، قلت له لا راني فيو. بالإضافة إلى تجربته المتذبذبة مع المنتخب الوطني وما حدث له مع بنشيخة وحاليلوزيتش. على باش كوني تبليسة ولا عيط لي قال لي مون فيس لازم تجي. قلت له راني جاي، طفي التليفون ما راحتش. راش كيفاش تنحيني من بعد تبليسة جوار نجي بلو. كل هذا وأكثر تتابعونه سهرة الثلاثاء بداية من التاسعة ليلاً.